ورجعنا لحضراتكم من جديد وهنتكلم عن حاجة حلوة. هنتكلم عن الفن التشكيلي. الفن هي أو هو الحاجة الحلوة اللي بتلون حياتنا كلها. يعني لولا الفنون كان زماننا قاعدين مكتئبين وقرفانين أكتر ما احنا مكتئبين. لكن الفن الحاجة الوحيدة اللي بتبسطنا وبتسعدنا وبتلون حياتنا، وخصوصا لو كان فن تشكيلي. يعني ففن التشكيلي يعني ألوان حلوة، يعني بيظبطوا لنا كل حاجة في حياتنا بالصورة. ف هتكلم مع اتنين من اساتذه الفن او من اساتذه الفن في مصر، يعني استاذ دكتور عادل عبد الرحمن، استاذ ورئيس قسم التصميم كليه تربيه فنيه جامعه حلوان سابقا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. واستاذه دكتوره علا يوسف، استاذ ورئيس قسم الرسم والتصوير كليه تربيه فنيه جامعه حلوان سابقا. اهلا بحضرتك. اهلا. منورني ومشرفني وكل سنه وحياتكم طيبين. وانتي بصحه وسلامه. في البدايه عايزين نتكلم، حابدا طبعا بحضرتك، ايه هو الفن التشكيلي؟ يعني الناس كده عايزه تفهم يعني ايه الفن التشكيلي. هو جزء من الفن عموما، بس الفن التشكيلي تحديدا ايه؟ الأول أحب أشكركم على استضافتي النهاردة، وخصوصا مع بداية عام جديد. إن شاء الله يكون عام سعيد عليكم وعلى المشاهدين وعلى الأمة المصرية كلها والعالم كله إن شاء الله بمشيئة الرحمن. وطبعا أنا بكلم النهاردة بصدد الفن التشكيلي. الفن التشكيلي هي رؤية تعبيرية بيعبر عنها الفنان من خلال وجهة نظره. يعني إحنا لو شفنا المصور بيلقط الصورة، بياخد كادر معين من الطبيعة أو من أي مكان عشان يسجل حدث. الفنان التشكيلي بيسجل أحداث برؤيته بعينه هو، بكاميرته هو اللي خلقه بيها ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الفن التشكيلي ده ليه دور رائع وريادي كبير جدا، وليه أهمية واسعة في مجال التطوير أي بلد. على سبيل المثال، لولا تسجيل الفنان التشكيلي للحضارة المصرية القديمة من خلال المنحوتات والبرديات بالزبط. والحاجات دي ما كناش عرفنا الحضارة دي تم فيها ايه، وعرفنا عمل ايه المجتمع ده في الوقت ده. وبناء عليه تسجل كل الحضارات اللي هي المصرية اللي بتعرفنا التطورات والتتابع بتاع المجتمع في مصر اللي احنا عايشين فيها. يا دكتور، ايه يعني أهمية الفن التشكيلي أو تاريخه المصري؟ يعني أنا بحس إن إحنا اللي بدعنا الفن في العالم. يعني أنا بحس لما بشوف الرسومات والحاجات بتاعت أجدادنا الفراعنة، بحس إن المصري هو اللي بدع الفن في العالم. هو حضرتك طبعا كلام حضرتك مظبوط. يعني هو الفن ظهر بظهور الإنسان، وجود الإنسان على الأرض مع بدايته بدأ الإنسان يعبر عن نفسه من خلال الفن التشكيلي، مش في مصر بس، طبعا في دول العالم كله. والحقيقة ظهرت حضارات كتيرة على مستوى العالم. يعني طبعا الحضارة المصرية هي يعني من أقدم الحضارات أو من الحضارات الرائدة، لكن أيضا كمان عندنا حضارة العراق، وعندنا حضارة بلاد الرافدين، وعندنا حضارة اليمن، وعندنا حضارات في شرق آسيا، يعني عندنا اليابان والصين، في حضارات كثيرة جدا. لكن الحقيقة من أهم الحضارات في العالم هي الحضارة المصرية القديمة لأسباب كثيرة. يعني حتى العلماء لما سموا إيجيبتولوجي، لكن ما سموش حاجة مثلا الحضارة أخرى بهذا المسمى، فهي الوحيدة الحضارة اللي لها علمها الخاص اللي ليه المتخصصين بتوعه والدراسات على مستوى العالم كله. تمام. الحضارة المصرية القديمة كمان حضارة غنية جدا ومتتابعة ومتتالية، ومش بس الحضارة المصرية القديمة، يعني احنا عندنا كمان حضارة إسلامية، وعندنا حضارة قبطية، عندنا يعني مصر غنية جدا بقيم الحضارية والفنية والفنون التشكيلية، وفعلا هي تعتبر رائدة على مستوى العالم في كل الفنون. بالنسبة للفن التشكيلي، أو احنا ممكن نكون مش فاهمين يعني ايه فن تشكيلي قوي في التعليم ما قبل الجامعي. يعني لما بنطلع انا بحب ارسم مثلا، طفل صغير يقول انا بحب ارسم، لكن قصة انه فنان تشكيلي دي كلمة كبيرة، نفهمها ازاي او نفهمها ازاي؟ ولما نلاقي عند ولادنا انه حابب الرسم نعمل ايه؟ طبعا
النقطة دي مهمة جدا وخطيرة، عشان في ناس كتير ما يعرفوش مدى أهمية الفن لدى الطفل منذ الصغر. المشكلة في ان هو يقدر يعبر، فان هو يعبر ازاي؟ هو من بداية ما يعرف يمسك قلم وورقة يبدأ يخليه يرسم ما بداخله، عشان بيطلع كل المكبوتات اللي داخل هذا الطفل، وبيعرفنا العالم بتاعه شكله ايه، عشان نقدر نتابعه ونشوف ماشي طريقه سليم وسوي ولا لا، عشان نقدر نوجهه ونعدل في سلوكه. ده نقطة مهمة جدا. والنقطة التانية ان احنا بنعلمه من خلال المدارس، المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية، بيتعلم البدايات بتاعت الفن التشكيلي. البدايات دي بتساعده في كل التخصصات والمجالات الاخرى، يعني لما بيعرف يرسم بيعرف يرسم خريطة، يعرف يرسم الجهاز الهضمي والدورة الدموية في مادة العلوم، يعرف يرسم رياضيات ويعمل منظور صح، يعرف يعمل علاقات لونية جميلة في كل حاجة بيقدر يتناولها، في طريقة لبسه، في طريقة تنسيق ألوانه، في بيته، في مكانه اللي هو قاعد فيه. كل ده فإحنا إحنا لما نعرف الطفل نوجهه الأول عشان يتعلم بيبان مستواه قدراته. بنلاقي طبعا في فروق فردية بالنسبة للأطفال. في أطفال بتلاقي ميولهم للفن التشكيلي، في ناس بيبقى ميولهم مثلا للموسيقى، في ناس تانيين بيبقى أطفال تانيين هوايتهم الرياضة. فإحنا لما بنلاقي طفل من البداية مستواه كويس في الفن التشكيلي، أديله المهارات متتالية في القدرات، إنه يكون حابب يرسم. دي بداية إنه هو حابب الفن التشكيلي، صح؟ صحيح تمام. فبديله الماتيريال اللي يعرف يشتغل بيه مع كل فئة عمرية، يعني في تقنيات وهو صغير ما يعرفش يعملها، لازم كل الفئة العمرية اللي بتتناسب معاه بديله الخبرات بتاعتها، علشان يكون وصل لمرحلة الجامعة وعنده خلفية كبيرة يقدر يحدد المسار اللي هو عايز يشتغل فيه ايه، يشتغل في المجال الفني التشكيلي او يشتغل في اي مجال اخر. طب يا دكتور، دلوقتي وخلاص الحمد لله وصلنا للجامعة، ايه الفرق بين كلية تربية فنية، كلية فنون تطبيقية، ايه الفرق بين اقسام الـ 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 الكليات المختلفة؟ يعني ازاي بنقول ده يصلح او ده ينفع ان هو يبقى في القسم ده او في الكلية دي عن الكلية دي؟ ايه الفرق بين الكليات الفنون المختلفة؟ هو بالنسبة للاختيار او القبول في الكليات طبعا بيخضع لحاجتين، اولا المجموع. لا بقى انا هنجنب المجموع دلوقتي. وثانيا ما يسمى باختبار القدرات. اختبار القدرات دلوقتي اتطور، بقى فيه جزء نظري وبقى فيه جزء عملي. الجزء العملي ده بيبقى فيه حاجة مرتبطة بالرسم والتصوير، ازاي بيعرف، يعني عنده ازاي تصور، عنده خيال، ازاي يرسم شخص، ازاي الشخص ده بيتحرك، النسب، العلاقات، الموضوع بشكل عام. وموضوع تاني بيسمى موضوع زخرفي. موضوع زخرفي يعني ازاي يعمل تصميم، ازاي يعمل شعار، ازاي يعمل بوستر او اعلان. وبناء على اللجان اللي بتصحح بنقرر، يعني انا والدكتوره بنصحح لجان، بندي درجات، بنعمل في حاجه اسمها لائق او غير لائق. فاللي بنلاقي ان هو في عنده يعني البدايات الاولى اللي هي اللي احنا بنقول عليه في علم النفس، بنقول عليه الاستعداد، هو عنده الاستعداد. مدام عنده الاستعداد احنا بنتولى امره بعد كده، فبيدخل الكليه طبعا على حسب قدراته وعلى حسب المنهج. بيكون لا يصلح تماما 100% طبعا حتى لو هو حابب؟ لا مش بالحب، هو لازم يكون عنده مقدره او عنده استعداد، عنده حتى استعداد انه يتعلم. انت عارفه الانسان، يعني مش معقول اتعلم انسان بالعافيه حاجه هو ما هو لو عايز. حابب يعني مستعد، لو حابب يعني لكن عنده. ممكن يكون مش عارف الاليه اللي يعمل بيها الرسمه اللي طلبت منه في القدرات. يعني لا، هو لو مش حابب مش هيكون فنان. لازم، لا يعني لازم، انا عشان ابقى طبيب لازم احب الطب، احب المجال. لازم تلاقي الطفل وعنده 3 سنين تقول له عايز تطلع، يقول لك عايز اطلع دكتور، عايز اعمل سنان، عايز مش عارف اعمل، يعني هو حابب الحاجه من هو صغير. فبالتالي بيديها وبيجرب. يعني حضرتك بمجرد ما يجي الطالب وتطلب منه في القدرات طلب معين او رسمه معينه او عمل فني معين يعمله، مجرد ما بتشوف الرسمه بتقول ده يجي منه او لا؟ طبعا. صح كده، بالخبره. بالخبره هي في اساسيات وفي حاجات اساسيه لو عرفها، منها مثلا التكوين، منها النسب، منها علاقات اللونيه، بيعرف يختار علاقات لونيه صح. منها مثلا ازاي يعمل تكسيم، ازاي يعمل فورم، ازاي يعمل الضوء وساقط. طبعا مش بنطلب منه حاجه يعني ان هو بيتقدم كفنان، لكن بس زي ما بقول استعداد. يعني عنده استعداد اللي هي الحد الادنى اللي احنا بنقولها تجاوزا موهبه، نقول عليه اصله موهوب.
بعد كده بقى من خلال نتولاها احنا بقى يبدا ازاي بقى نعرف انه هو احسن في القسم ده عن القسم ده، برضو بالتنسيق ولا لو هو حابب يكون في حاجه عن حاجه؟ التقديرات بتلعب دور كبير جدا، ان هو يعني اثناء هو طبعا في حاجه اسمها الاول بتبقى جنرال بتبقى اعدادي بيدرس كل المواد، وبعدين بيتفوق في حاجه وحاجه اقل وحاجه وسط، حاجه بيجيب امتياز، حاجه جيد جدا، حاجه جيد، فاحنا بناء عليه بنختار، بنقول لا ده يدخل مثلا قسم التصميم زي الحاجات اللي احنا شايفينها على الشاشه والتصميمات دي، يدخل قسم التصميم لانه متميز في التصميم بيجيب فيه امتياز. الحاجه اللي اقل فيه ساعات هو يطلب ماده تانية نقول له يا ابني طب انت مش جايب فيها تقدير، فيقول طب انا حاببها، فنفضل نحاول لحد يعني ربما نقدر ندخله ربما لا، على حسب الاعداد وعلى حسب المجموع وعلى حسب يعني في معايير طبعا لكل شيء. تمام، قولي لي يا دكتوره ايه بقى اللي مضايقكم من من الصوره الذهنيه اللي موجوده ايوه بالظبط في المسلسلات والافلام وحتى في الميديا يعني متضايقين انتم من اللي بيحصل؟ هو احنا طبعا لما الفنان الممثل اما يقدم الصوره بطريقه هزليه وفيها اسفاف طبعا بتزعل اي حد، احنا لازم ننقل الصوره صحيحه للناس عشان ده مجال للثقافه اللي الناس بتتعلم منه، يعني اي حد بيشاهد بيشوف الفنان التشكيلي بيفتكره ان هو ما بيستحماش زي عسوي في الفيلم بتاع يا رب ولد، ولا التمثيليه ريح المدام والاسفاف اللي عمله احمد فهمي في المسلسل، دي كلها علامات. بس ده هيقولك ده يعني مجرد خيال، مجرد حاجه عشان هي لما تبقى مره واحده او مرتين، ومره طلعوه بصوره لائقه ومره طلعوه بصوره فيها كوميديا شويه يبقى فيها كويس. يعني انت حضرتك عندك علم طبعا ان لما كلموا كتير او عملوا كتير عن المحامين في بعض الافلام عشان بس الواحد ما يقعدش يذكر كل الافلام وكده، اترفعت عليهم قضيه. بس كل المهن ما هو مين هيرفع غير المحامين؟ لازم المحامين يرفعوا. هو المفروض النقابه بتاعتنا ان هي برضو ترفع قضيه، احنا عندنا مستشار قانوني يرفع قضيه على الحاجات ديت علشان صوره الفنان التشكيلي، الفنان التشكيلي وبالذات الفنان التشكيلي المصري قمر اهو الفنان التشكيلي قمر يعني قمر قاعده قدامي. الفنان المصري ليه يعني قدر ومكانه على مستوى العالم ما تتخيلهاش، هم كلهم ما بنيجي بنسافر في المانيا ولا في روسيا ولا اي دوله من اللي احنا بنروحها سواء عربيه او اجنبيه، في ليه تقدير عالي جدا علشان مكانته العلميه، علشان خبراته ومعلوماته اللي وصلها للعالم ونشرها من خلال الحضارات على مستوى الفترات المختلفه اللي موجوده في مصر. فاحنا ازاي نديله قدره في حين ان الجهاز الخاص بالتمثيل بيعمل اسفاف ويعمل الفنان بصوره غير لائقه. ما هو خدي بالك يعني هي الدراما المصريه غالبا بتطلع الناس معقدين نفسيا، يعني الدكتور النفساني بيطلع حضرتك اكيد ادرى مني بيطلع عامل ازاي وكلنا بنقعد نضحك جدا. هو انا ما عنديش الضابط كل المهن كل المهن بالزبط. بيطلع فيها هو كاسز. ممكن يعني طبعا احنا عارفين كويس ان في حاجه اسمها فروق فرديه لما يطلع الفروق الفرديه بتاعته مجهز الكاتب شاف حاله كده فكتب عنها ما تبقاش مين عارف. ما يبقاش تعميم، انا اقصد ما يكونش أيوة في تعميم طبعا. يعني طبعا. ممكن يطلع مره يمكن شاف فنان كده وعشان كده عكس الصورة دي، لكن مش ما يعممهاش عشان يبقى المجتمع بتاعنا واخد فكرة سليمة عن الفنان بصورته اللائقة كما هو موجود. ازاي بيعرف يلبس، ازاي بيعرف يتعامل، ازاي بيعرف يعمل فن. هو لو هو بالطريقة دي عمره ما هينتج فن، اللي هينتجه برضو هيبقى عشوائي زي ما هو الانسان الفنان دوت عشوائي. لكن لو فنان لازم يكون دارس ولازم على وعي ولازم يكون دلوقتي احنا مع السوشيال ميديا اللي موجودة بنقدر نتعلم ونشوف الفنانين على مستوى العالم بيعملوا ايه علشان يبقى في تواصل ونقدر نتواكب مع الحضارات ديت ونقدر نتعلم ونشوف ايه ونقدر احنا نعلمهم الحضارات اللي عندنا وايه الفن اللي عندنا عشان يبقى في تواصل، عشان هي دي اللغه العالميه، لغه الحوار الغير منطوقه. طب هو النقابة خدت خطوة في الموضوع ده ولا لا ما خدتش أي حاجة؟ هو للأسف هو النقابة لسه يعني احنا بنعتبرها في فترة عياء حاليا علشان تعددت كذا مرة عملية الانتخابات ولم يكتمل النصاب، ففي أعباء كتيرة على النقيب عشان بيشتغل من غير الأعضاء اللي هم موجودين معاه، فحاصل في عملية يمكن تقصير
شويه في هذا الجانب، لكن لو اكتمل المجموعه كلها مع بعض واتكلموا وشافوا الموضوع دوت هيتخذوا اكيد قرار ضد هذه الاسفافات الخاصه بالفن التشكيلي. لما تقلقيش والله العظيم الدنيا هتبقى زي الفل ان شاء الله. واحنا بنامل خير عشان في انتخابات على الابواب. تم يوم 20 ديسمبر الانتخابات الاولى ولم يكتمل النصاب عدد الفنانين. في انتخابات ان شاء الله بكره ان شاء الله يوم 3 يناير. وربنا يقدم فيه الخير ويولي من يصلح حال الفن التشكيلي ويرفع من شأنه ان شاء الله. يا رب التوفيق للجميع. صورة الفنان التشكيلي مصريا وعالميا، المفروض ان الفنان ده سفير لبلده، صح كده؟ هو سفير يعني الايدي الناعمه او القوه الناعمه اللي موجوده عالميا، يعني احنا من خلال فننا بقينا منتشرين في العالم كله، يعني سواء الفن اللي هو السينما، اللغه المصريه بقت معروفه، كمان الرسم والفنون التشكيليه المختلفه كمان مشهوره عالميا. حضرتك تقول ايه عن صوره الفنان المصري مصريا وعالميا؟ طبعا يعني الفنان المصري زي ما اتكلمنا منذ البدايه هو صاحب حضاره وصاحب ارث عظيم وصاحب تاريخ. لما حد يتمر عليه الحضارات بهذا الشكل العظيمه، لما الواحد بيروح الاقصر يتفرج هناك على العظمه بتاعه اجدادنا والمعابد والرسوم اللي عليها وضخامه الاعمده وازاي انه بيستخدم عنصر من الطبيعه مثلا زي زهره اللوتس ويقعد يطوعه ويعمله مره على العمود ويعمله مره على الرسم ومره يلونه بالوان مختلفه، حاجة إبداع ومهارات غير طبيعية يعني ما توجدتش في العالم كله، يعني أثبتت جدارة على مستوى العالم كله. فبالتالي الفنان المصري هو فنان غني، فنان ثري، دماغه مليانة، لذلك لما بيرسم عنده موروث ثقافي كبير يأهله أنه هو يعمل حاجات كويسة. بالضبط، يأهله أنه هو يعيد نظر صياغة ويعيد ويشوف ويضيف ويعمل حاجات إبداعية كثيرة جدا، لأنه هو عنده مخزون. في حين ان ممكن في دول تانية يبقى ما عندوش اي حاجه فيعمل شويه الوان كده وخلاص ويقول لك خلاص يعني هو ده الفن. ايوه يا دكتور، ساعات بنشوف والله اللي هي اللوحات يقول لك ده فن مش عارف ايه، اللي هي حاجات يعني الوان في بعض كده، وده فن تجريدي ولا تجريبي ولا مش عارف بيسموه ايه. فهو ليه مفاتيح للفن ده، يعني اللوحه هي ليها مفاتيح، بس احنا كناس طبيعيه يعني ملناش علاقه بالفن. دي مشكله من المشاكل اللي حضرتك تطرقتي ليها، وهي مشكله الثقافه. أيوة. يعني انا عشان اتعامل مع الفن لازم الجمهور يكون على درجه وعي معينه. بالزبط. وعلى درجه ثقافه. أيوة. معينه. دي النقطة. عشان يقدر يتفاهم يعني ايه تجريد ويعني ايه واحد بيعمل الوان موسيقيه ويعني ايه واحد بيعمل كذا. فطبعا هي كلها بيبقى ليها فكر وليها فلسفه وليها فتره زمنيه وليها تنتمي المدرسه. فتحتاج بس مجرد ثقافه وتوعيه مننا ومن وزاره الثقافه. هو ممكن كل لوحه يعني كل لوحه، بس يعني مثلا اللوحه اللي ورانا فهي ليها شكل، احنا دي لوحه طبيعيه فليها شكل، لكن في لوحات احنا ما بنكونش فاهمينها، في لوحات بتتشاف بشكل معين او بطريقه معينه عشان نبدا نفهم المسج اللي فيها. المفروض من الفنان يبدا يشرح كل لوحه من لوحاته، ولا المفروض الجمهور يفهم اللوحه دي لوحده؟ لا، المفروض في حاجه اسمها الناقد، هو همزه الوصل بين اللوحه وبين المشاهد. هو اللي بيوصل له من خلال الكتابه، من خلال الصحافه، من خلال حضرتك في وسائل الاعلام. انت همزه وصل بين الفنان وبين الجمهور. لكن هو ما ينفعش جمهور مش دارس ويقف قدام اللوحه او يدخل معرض ويقدر يستوعبه. مش حاجه مش سهله يعني. دي حاجه من الحاجات اللي بتتصدر في الفن على فكره برضه. ان احنا بنقف قدام اللوحات احنا مش فاهمين اللوحه بتتكلم عن ايه، وبتكون اللوحه فعلا لوحه قيمه، يعني بيكون فيها رسائل قويه ورسائل فعلا حاجات قيمه جدا، لكن احنا المشكله فينا ما بنكونش فاهمينها، صح كده؟ وتجدي لوحات بتباع بملايين الملايين من الدولارات. بالظبط. تبص فيها كده تقولي ايه فيها ايه عشان تتباع بالسعر. حياتك طبعا بتشوفها غيرنا. بشوف ايه؟ بتشوف اللوحه اللي بتتباع بملايين الدولارات. بتشوفها برؤيه تانية غير عنا احنا، صح؟ لا، هي 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 ليها علاقه بس بالتاريخ او بالاسم او كده، يعني بيبقى الفنان ده مات وكان مثلا بقاله من 200 سنه، من 1000 سنه، من كذا، زي مثلا قيمه الحاجات الاثريه. يعني انت حضرتك دلوقتي طبعا التراث بتاعنا والاثار بتاعنا لما تجيب اي تمثال هل ده يقدر بثمن؟ لا طبعا. فاحنا برضو لما نرجع نقول دي اصل دي لوحه لرينوار، دي لوحه مثلا لفان جوخ، دي لوحه لبيكاسو، فلا تقدر بثمن برضو لان صاحبها له تاريخ عريض. انا بتكلم عن اللوحات الحاليه، يعني لو حد فنان تشكيلي عامل معرض وحالي موجود وفعلا اللوحات ممكن تكون حضرتك تشوفها برؤية تانية خالص وتقول ان دي لوحات قيمة جدا، واحنا نشوفها يعني لوحات عادية.
حضرتك اللوحة بتتشاف عن طريق الناقد، مش بتتشاف، مش يعني هي يعني مش فعلاوة، لازم يكون في ناقد، مش فعلاوة، لازم لازم في حد في النص وسيط بيوصل لي المعلومة، بيقول لي ان ده يعني بيجيب لي مثلا من ضمن المفاهيم. لازم اراجع السي في بتاع الفنان، تمام، السيرة الذاتية، اعرف هو مين، بيعمل ايه تجاربه، عمل كم معرض، عمل ايه جوه، عمل ايه بره، عمل اتجاهه ايه كده. فلما انا اتابع الفنانة ومعرف اللوحة، لكن اللوحة مش مجرد ان انا ابص لها كده اقول اه دي حلوة، اه دي وحشة، اه دي فيها كذا، لا مش سهلة كده. اللوحة فيها عمق وفيها فلسفة. حضرتك رئيس قسم الرسم والتصوير، التصوير انا من عشاق التصوير، ازاي اصور صورة حلوة، صورة مكتملة، صورة كل مكوناتها صح، ازاي اعمل كده؟ انا احب بس الاول اضيف نقطه على النقطه السؤال السابق اللي هو خاص بالتجريد. للاسف في بعض الفنانين بيشتغلوا تجريد من غير ما يتعلموا الاساسيات بتاعه الرسم، ما يعرفش يعمل المنظور صح، ما يعرفش يعمل النسب بتاعه الجسم الفيجر صح، ما يعرفش يعمل لانسكيب صح. تمام. فلازم يتعلم الاول وبعدين يعمل التجريد، عشان التجريد دوت ما ينفعش ان انا ابدا بيه، مش مجرد ان انا احط بقع لونية على سطح اللوحة يبقى ده تجريد. التجريد بيخرج من خلال دراسة وعلم علشان يوصل لآخر مرحلة اللي هي الأبستراكت. ده عشان يبقى ماشي في الطريق التراك الصحيح. يعني لو شفنا الفيلم بتاع عادل إمام لما جه بيتفرج على المعرض فلقى اللوحة مش عاجباه فقام قلبها، قلب اللوحة وهي متعلقة، وبعدين لما جه خرج من الباب كان واقع عليه طراطيش لون، قال اللوحة حلوة، اللوحة دي جميلة جدا. يعني شوفوا مدى السخرية ايه، بيتريق على الشكل الفورم ايه. فالابستراكت ليه هو مش بيتريق، هو مش فاهم، ما هو صح، هو مش فاهم، جهل يعني بالشيء، يعني صح، بالظبط. فهو ليه اساليب مختلفه الفن التجريد. طبعا في تجريد قريب من الواقع، في تجريد عضوي، في تجريد هندسي، في تجريدات مختلفه مش نوع واحد. معنا لوحات حضراتكم جايبينها في كل حاجه. نستأذن بس يا شباب بيكون معنا نبدأ نعرض الماتيريال. فدلوقتي حضرتك لما بتتكلمي على النقطة، السؤال الآخر اللي هو خاص بالتصوير الفوتوغرافي، عشان في عندنا بينتينج اللي هو بالزيت والأكريليك وكده، وفي عندنا التصوير الفوتوغرافي. الكادر أنا بحاول إن أنا أجيب عشان أبدأ أتعلم صح، أجيب ورقة وأعمل فيها شباك مربع او مستطيل زي ما انا عايزه، بحطه وامشي بيه على المنظر الفيو اللي قدامي واشوف ايه العناصر اللي باينه عندي في الكادر. يعني مثلا لما اجي اشوف في الكادر فيه شجره، ما اجيش او مقطعه جايبه نص الشجره، اجيبها كامله بعلاقتها بابعادها. اجيب مثلا اذا كانت الشمس موجوده او القمر او اي شيء من اللي موجود من العناصر دي، يبقى الكادر عندي زي ما يكون عامله له برواز فريم. فكده عيني هتشوف صح وتقدر تحدد اللقطة السليمة اللي أنا أقدر أعرف أعملها. ده بالإضافة إن أنا بشوف الهدف الأساسي من التصوير، أنت عايزة تصوري إيه؟ هل هتصوري مجموعة فاكهة كطبيعة صامتة؟ هتصوري مثلا في البيت داخلي؟ أو هتصوري خارجي زي الحاجات مثلا خاصة بنباتات أو زراعة؟ حاجات ده هنا شغل الدكتور عادل عبد الرحمن، لوحة عن القدس، هو يقدر يتكلم. فضل يا دكتور قول لنا اللوحة دي. يعني هي مجموعة من اللوحات المرتبطة بالجانب القومي شوية وبالقضايا القومية. حاجات بتكلم عن فلسطين وعن القدس وعن إن القدس عربية. طبعا فيها رموز زي ما حضرتك شايفة، فيها حاجات رمزية. نرجع للصورة اللي فاتت يا شباب لو سمحتوا. دي الصورة دي صح؟ يعني أي حاجة تمام. يعني فيها القدس وبعدين في وراها حروفيات عربية معناها إن القدس عربية، والفتاة الجميلة الصغيرة خالص دي ماسكة المفتاح وعندها الإصرار، مش مجرد أمل لكن عندها الإصرار إن هي راجعة بيتها، راجعة بيتها، لأن هي يعني في مفهوم عندهم إنه إن المفتاح ده لازم هيرجع تاني ولازم هيفتح بيته. فإحنا الحقيقة الحاجات دي كلها، المجموعة اللي معمولة أنا عاملها عن فلسطين ومجموعة الدكتورة علا عاملها عن فلسطين، إحنا دي كلها مقتنيات لفلسطين، دولة فلسطين مننا هدية منها، ويعني خدها السفير الفلسطيني حسام الدباس وشايلها موجود عندهم في السفاره. يعني لوحه حلوه جدا صوره كمان. دي ده عرس الشهيد، لوحه اسمها عرس الشهيد، بتمثل يعني
المشهد اللي بنشوفه يوميا تقريبا بشكل شبه يومي وبيأثر فينا تأثير نفسي كبير جدا. ولكن هو طبعا عند الفلسطينيين عندهم طبعا يعني إصرار على الانتصار وعلى العودة لأرضهم وبيضحوا بالشهداء في سبيل ذلك كمان تاني الصورة فبتحول لعرس يعني. برضو مجموعة من الفتيات والفتيان الصغيرين جدا وكل واحد ماسك علم فلسطين برضو وفي النص زي ما احنا شايفين كده بمجموعة من حمامات السلام، يعني هم دعاة سلام ما هماش دعاة حرب. كلها كل المجموعة دي عن فلسطين مش كده؟ ده هنا عن قناة السويس يعني طبعا بشكل برضو رمزي، يعني محطوطة مركب فرعونية. طبعا ما فيش مركب فرعونية بتمشي في قناة السويس، لكن هي تعبير عن الحضارة وعن قدم الحضارة ان احنا 7000 سنة وزيادة حضارة وشايلة كونتينرز زي الحاجات الحديثة ومجموعة من حمامات السلام والمياه وهي الناس بتفحت فيها وانها بتطلع خير، ويعني هي كلها لها امور رمزية وتعبيرية في نفس الوقت. حضراتكم لفتوا دول العالم صح كده؟ ولا لفتوا بالفن دول العالم؟ قولوا لي كده رحتوا فين وفين وعملتوا ايه؟ احنا رحنا المانيا، احنا اصلا واخدين الدكتوراه بتاعتنا من المانيا انا والدكتور عادل، وزرنا النمسا. جات لنا دعوات من جولاتكم دي كانت في المانيا ده معرض في اكاديميه الفنون الجميله بميونخ. هنا ده شغل الدكتور عادل، وكان اللي فات دوت كان في الشغل بتاعي مع الدكتور عادل. اللي في الشمال ده شغلي انا، والناحيه الثانيه ده شغل الدكتور عادل، واحنا في المانيا في الاكاديميه قاعة العرض في أكاديمية الفنون الجميلة في ألمانيا. إن شاء الله. وهنا دي في شباركاسا، هنا برضو في مورناو، منطقة برضو في ألمانيا. شغل الدكتور عادل تصوير فوتوغرافي. وهنا دي تصميمات للدكتور عادل. أحد المتاحف في ألمانيا برضو اسمه متحف أوفينج. متحف القومي. وهنا ده المحافظ، ده شغلي أنا في روسيا. لسه كان في شهر 7 اللي فات دوت، واتكرمنا واتاخد مننا مقتنيات في عملنا أنا والدكتور عادل من شغلنا في روسيا. برضو هنا في السعودية طبعا احنا بنلف على مستوى الدول العربية العالم العربي، وبنلف على مستوى أوروبا، ويعني كل ما تتاح لنا فرصة بنسافر. يعني ده برضو في السعودية برضو في افتتاح، ده هنا في مصر في أحد السمبوزيومات في مكتبة مصر العامة على الكورنيش. ده شغل كله تبع المجلس الأعلى للثقافة، أنا والدكتور عولة طبعا أعضاء في المجلس الأعلى للثقافة فترة، فكنا بنستغل الحكاية دي في إن احنا دي في تركيا وكنا بنتكرم هناك في السمبوزيوم اللي احنا كان مقام هناك في تركيا. فكان من الفعاليات الجميله جدا. ودي وهنا تركيا برضو ده ميدان الاستقلال في تركيا. ميدان الاستقلال في تركيا ايوه. وهنا دي كان في صربيا. هنا برضو ده كان سمبوزيوم في صربيا، كان سمبوزيوم جميل جدا. وهنا يعني ده شغلي. احنا صربيا تقريبا بنروحها في السنه مره او مرتين وبنشارك دايما في سمبوزيومات وفي اعمال فنيه وفي معارض. هنا ده برضو كان ده سمبوزيوم تكريم برضو في عمان برضو. وهنا دي الصورة انا ده السفير والمستشار العسكري في عمان وبيكرمونا. والورد اللي ورا دوت يعني ده نوع من انواع التجريد بس تجريد تحليل للاعمال الفنيه برؤيه مغايره غير اللقطه اللي الواحد ممكن ياخدها بالكاميرا. عايزه من حضراتكم كلمات اخيره تقولوها في راس السنه، تقولوها عن الفن، تقولوها براحتكم خالص، الكلمه مفتوحه لحضراتكم. نبدا بحياتك دكتور عادل. يعني كل اللي اقدر اقوله كل سنه وحضراتكم طيبين، واتمنى ان السنه الجديده تكون سنه خير وعطاء ومحبه وترابط وتلاحم وفي الشعب يعني بين الشعب المصري. واتمنى ان يعني يبقى فيه اهتمام بالفنون وبتعليم الفنون منذ البدايه منذ الصغر اكثر من الوضع اللي احنا فيه. اتمنى الفنان التشكيلي انه الحاله الصعبه اللي هو فيها انه يخرج من هذا الاطار من خلال النقابة ومن خلال وزارة الثقافة ومن خلال الوزارات المختلفة، يتم شوية الانتباه ليه والنظر ليه لأهميته، لأن زي ما حضرتك شايفة الفن التشكيلي بيتغلغل في كل حياتنا من أول ما بنصحى لحد ما ننام وإحنا بنتعامل مع الفن التشكيلي. فالفنان التشكيلي ده مهم جدا، الفنان التشكيلي المصري. وأتمنى في الانتخابات غدا إن شاء الله يتم يعني نجاح أعد المرشحين، وأنا مرشح نقيب تشكيليين. أتمنى بالتوفيق إن شاء الله. يعني ما أتمناش النجاح لنفسي، لكن أتمنى النجاح لأي حد هيقوم هينهض بالنقابة وهيحسن حال الفن التشكيلي وهيحسن معاشه الضعيف جدا
اللي حضرتك بيوصل. ان شاء الله نشوف طفره للفنان التشكيلي. اتمنى في الفتره اللي جايه ان شاء الله. وحضرتك؟ طبعا انا اتمنى عام سعيد على كل الامه المصريه، وان هو يحصل محو للاميه، اميه الفن التشكيلي بالزبط. علشان قياس تطور اي شعب من الشعوب على مستوى العالم بمدى تطور الفن التشكيلي فيه. علشان الفن ده هو عماد المجتمع بتاعنا، هو اللي بيعمل عملية ربط ما بين كل الوزارات، ما بين كل الكيانات الموجودة في المجتمع. وفي نقطة مهمة جدا بوجهها للأسر علشان يعرفوا أهمية الفن التشكيلي، مش عشان أن أنا أطلع فنان، مش هو ده الهدف الأساسي خالص. الفن هو بيساعد كل المقررات الدراسية اللي موجودة، اللي بندرسها في المدارس وفي الجامعات. لو الابن أو البنت كانت مجتهدة وشاطرة في مجال الفن التشكيلي وعرفت المنظور وعرفت العلاقات اللونية، هتبقى شاطرة في كل المقررات التانية. ولو قسنا الفروق الفردية ما بين ده والعادي، واحد ما عندوش اي هوايه عن الفن التشكيلي، هنلاقي في فرق كبير جدا. واتمنى لكم حياه سعيده يا رب. نشكر حضرتك جدا استاذ دكتور علا يوسف، استاذ ورئيس قسم الرسم والتصوير كليه التربيه الفنيه جامعه حلوان سابقا، واستاذ دكتور عادل عبد الرحمن استاذ ورئيس قسم التصميم كليه التربيه الفنيه جامعه حلوان سابقا. شرفتوني ونورتوني. شكرا. واتمنى لكم كل توفيق، واتمنى لحضرتك التوفيق في انتخابات بكره ان شاء الله. شكرا. بشكركم، وبعد الفاصل مكملين في ساعه صبحيه، استنوني.